فوجئنا الصبحيه الساعه 8:30 9 على الرجعه كده، الدكتور حكيم كان واقف اهوت مستني العربيه بتاعته لما تيجي يعني. وفجاه لقينا ايه صوت نار، ضرب نار في الهواء، وفجاه لقينا بنبص كده لقينا الدكتور عمال ايه بيقع في الارض وعمال يضربوا فيه هو يعني. وفجاه لقينا ثلاثه راح راكبين موتوسيكل وماشيين على طول. خدناه شلناه وودناه مستشفى العبور، ومن مستشفى العبور طلع مستشفى الجامعه على طول. ما نعرفش اشكالهم، هم شفناهم من ظهرهم وهم بيجروا يعني. توقيت الصبح دوت بيبقى الورش هنا كلها قافله، النجوم اتنين ملتمين بموتوسيكل وراح ضاربين الراجل بالنار. بعد كده بدات الناس تتحرك، على كانوا هم خدوا بعضهم وجريوا مراقبين الموقف ومتابعينه. على ما جينا قال لك ده ضربوا الراجل بالنار وجريوا. هو حضرتك اللي بيعدي ما بنحطش تركيز في اللي بيعدي، ده شارع عمومي، ده شارع عمومي، كل واحد جوه بيته يعني. حتى لو في الشارع انا ماشي ناس رايح ناس ما حدش يشوف حد، ومنتهى ناس معتدله وكل واحد في حاله، ما فيش الا صباح الخير صباح النور. الدكتور عبد الحكيم من الناس الوطنيين وجندي من جنود هذه البلد، وكله صغير وكبير في محافظة الشرقية كلهم دكتور عبد الحكيم، وكلهم واقفين مع السيد رئيس الجمهورية، وكلهم جنود لمصر وكلنا فداء مصر. طبعا الجماعة الضالة الإرهابية ربنا يخلصنا منهم إن شاء الله. احنا جينا النهاردة علشان نبلغ رسالة بأنه هذا العمل الإرهابي الخسيس لن ينال منهم ولن ينال من أي كادر من كوادر هذه الدولة العريقة. ونحن نعلم جميعا أن مصر دائما قوية وستبقى إلى أمد التاريخ، وأن هذا العمل الإرهابي الخسيس لن ينال منه ولن ينال من أي شخص يريد خدمة هذا الوطن الجليل. بعد ما طلع من العمليات قعدت معه واستفسرت منه عن الحادث، فقال لي ان انا منتظر العربيه ولسه بفتح الباب، اتفاجئت بثلاثه على دراجه بخاريه، واحد معه آلي في النص وواحد معه طبنجه ورا وفي واحد سائق بيهم. فعدوا عليه، هو رجع ورا كده عشان يعدوا، اللي ورا طلع الطبنجه وضرب عليه اول طلقه في جنبه كده، فهو الحمد لله كرم ربنا اجت في التليفون. تاني طلقه اجت في كعب فانقض عليهم، فالولا الارهابي فقد التوازن ونزلت الطبنجه منه تحت، خد خمس رصاصات في الساق الايمن ورصتين في الساق الايسر، والسته اللي هي طلعت في التليفون في جنبه الحمد لله. ان شاء الله ربنا هينصرنا عليهم، وان شاء الله ربنا هيخذلهم باذن الله، ومش هينالوا من مصر حاجه ولا هينالوا من الدكتور عبد الحكيم حاجه. الدكتور عبد الحكيم الوحيد العميد الوحيد اللي في 2012 عميد كليه الزراعه جامعه الزقازيق نجح، وكان محمد مرسي كان متربع على العرش قاعد، وكان مترشحين قصاده واحد من الاخوان وسقط، وكانت لاول مره تحدث في تاريخ الجامعه انه الدكتور عبد الحكيم نظرا لوطنيته ولانه انسان محبوب بين زمايله وبين اساتذه جامعته والناس كلها بتحبه حقيقه، وده ما هوش عشان ابن عمي، لا ده هو ده حب فياض من الناس له، وكل الزقازيق بتشهد بهذا. كان دائما يتحدث بانه فداء مصر وفداء جميع العاملين بالجامعه ورمز الاخلاص، ودائما يدعو ليكون سند للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سند له وسند لمصر، وربنا يحفظه ويتم شفاه على خير، ونحن ندعو له بالشفاء العاجل. اللي حصل دوت لا يمكن، لا يمكن انه يهز الدكتور عبد الحكيم ولا يهز بلده ولا يهز اهل بلده ولا اهله ولا يهز مصر، لان مصر بفضل الله سبحانه وتعالى اكبر من كل المهاترات اللي بتحصل، ومصر دايما لا يمكن ان تعود الى الوراء، مصر للامام دائما. والدكتور عبد الحكيم الراجل إذا كان اللي حصل له ده فحصل بسبب حبه لبلده مصر رغم حقد الحاقدين ورغم حسد الحاسدين.